السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير والدنيا كلها بخير ودايما مكملين مع بعض إن شاء الله في الجراحة لحد ما السنة دي تخلص على خير وترتاحوا مننا. آخر حاجة في الأسوفيجاس بقى كفاية، عشان احنا زهقنا كلنا من الأسوفيجاس، أورجان متعب ومشاكله كلها، حلولها صعبة وعملياته صعبة والشغل فيه صعب والناس المتخصصين فيه قليلين والعينين بتوعه بيلفوا كتير للأسف. يعني للأسف كل العيانين اللي عندهم مشاكل في الأسوفيجس بيتشخصوا متأخر وبتكون الدنيا باظت خالص عندهم، يعني بسبب ان الناس مش مركزة معاه والديتيلز بتاعته مش كل الناس محيطة بيها، وصعوبة العمليات بتاعته بتخلي محدش انترستد فيه، وبالتالي لما العيان يجي يشتكي شكوى ليها علاقة بالأسوفيجس، يا عم روح بعيد عني، شوف حد تاني من الدكاترة الزملاء يتعامل معاك، انت شكل مشكلتك كبيرة، شوف لك واحد فاضي، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب احنا اتكلمنا في الأسوفيجس، دكتور آلاء ودكتور عادل ويلكم بيكم، اتكلمنا في الاسوفجس على الكونجينيتال انوماليز والدكتور عبد الباسط بارك الله فيه اكد عليهم وصحح المفاهيم ووضح كل حاجه ان ديتيلز. دكتوره ياسمين ويلكم بيكي، اتكلمنا على الدايفراجماتيك هيرنيز، اتكلمنا على الموتيليتي ديس اوردرز، اتكلمنا على ريفلكس اسوفجايتس، اتكلمنا على الكانسر اسوفجس، اتكلمنا على التروما بتاعه الاسوفجس والامرجنسي بتاعه، امتى نتدخل لو لحقت العيان بدري، خش وصلح على طول، مفيش حل غير التصليح. لحقت العيان متأخر وكانت الدنيا لزقت، ما تدخلش خالص، اوعى تدخل. دكتورة إسراء رجب، دكتورة عبير، منورين. اوعى تدخل لو الدنيا فاتتك وعدى العيان 3 4 5 ايام من التروما والبرفوريشن، اوعى تدخل، الدنيا هتبقى صعبه وفيها انفلاماتوري بروسيس ومفيش هيلينج. درينج ويت، وبعد شهر ونص، بعد ما يبقى فيه ستريكتشر، بعد ما يبقى فيه فايبروزس، خش اعمل ريكونستراكشن او ان شاء الله حتى اعمل اسوفيجكتومي. لكن الاسوفيجس اورجان مش حلو، يا تشتغل في لحظتها فيري ايرلي مع بدايه التروما والانفكشن والانفلاميشن، يا اما هتلاقي الدنيا قلب طبيخ بمعنى الكلمه. ده غير ان الاسوفيجس نصه في الشيست، يعني كل الشغل اللي في الشيست انت لو لوشت ولا رحت يمين ولا جيت شمال، ميدياستاينايتس موت العيان، اللي هو نظام جاي يكحلها عماها. طيب ماشي، احنا كان فاضل لنا 3 مواضيع بالظبط في الاسوفيجس ونخلص منه وندخل على الاستومك اناتومي وفسيولوجي ونعوم على الاستومك كده ان شاء الله، هحببكم في الاستومك يعني. طيب انت كان ناقصك ايه يا دكتور في الاسوفيجس؟ كان ناقصني الديسفيجيا، الديفرنشال دياجنوزز بتاع الديسفيجيا، لان ده ديفرنشال دياجنوزز من اصعب انواع الديفرنشال دياجنوزز. وقلت ليه دكتور اسماء اسعد منوره ودكتوره صفاء الخضيب، قلت ليه؟ مشكله السيمتوماتولوجي ان هو ما بيديكش سيستم معين، هو بيديك سيمتوم. السيمتوم ده ممكن يكون ريليتد للاسوفجس، للاستومك، للجي اي تي، لاي حته، وبالتالي مطلوب منك تعمل برين ستورمنج في دماغك وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا. عكس لما اقول لك قول لي السويلنجز اللي في رايت ليك فوسط، الحاجات اللي بتعمل سويلنج في الليفت هايبوكوندريا، خلاص انت هتشوف الاورجنز اللي في الحته دي وتطلع فيهم تيومرز، تطلع فيهم انفلاميشن، تعمل فيهم ابسس، تعمل فيهم هيماتوما، تعمل فيهم سيست. حليت السؤال. كان الدكتور رفيق رضا الله يقول لك السؤال بتاع الاناتومي ده، لما يديك اناتوميكال سايت ويقول لك السويلنجز اللي فيه، ده سؤال بلدي سهل، طالب المتوسط والضعيف والتعبان واللي نايم واللي صاحي والكويس هيجاوبه. اما سؤال السيمتوم ده هو اللي بنعمل فيه فلتريشن. لما اقول لك ديفرنشال دياجنوزز اوف ديسفيجيا، اول حاجه هو ايه معنى ديسفيجيا؟ بينفول سوالوينج، يا سلام. امال اوداينوفيجيا، سيفير بين اند سوالوينج، الريست اوف سوالوينج، كان مش قادر ابلع، واقفه الدنيا. في ناس قال لك عشان تفرق ما بين الاثنين، بدل ما تقول ده بين وتقول ده سيفير بين او الريست اوف سوالينج، قول ديفيكولتي. قال لك الديسفاجيا دي مع دي، قول ديفيكولتي، يعني مش قادر ابلع. وسهل على نفسك، يبقى الاوداينوفاجيا هي اللي ايه، والاوداينوفاجيا هي اللي ايه، بينفول سوالوينج. يبقى ديسفاجيا دي ديفيكولت، اوداينوفاجيا بينفول سوالوينج. طيب ماشي، ايه الكوزز؟ هو ما جابلكش اناتومي، هات انت بالاناتومي. هو انا عشان ابلع الاكل او الميه هتعدي اول حاجه عليه على الماوس، يعني لو لسان كبير مش عارف ابلع، لارج تانج، لو تانج فيه انفلاميشن قول السايتس، طب ما الاكل والشرب هيتعبني فيه وبالتالي البلع هيبقى صعب. يعني اللسان كبير، اللسان فيه تيومر، اللسان فيه انفلاميشن، اللسان فيه السر، مش هعرف ابلع، ايوه ديفيكولتي ان سوالوينج او اوداينوفاجي.
يعني البداية باللسان. بعد اللسان الفارينكس. الفارينكس فيه التونسلز وفيه الأدينويدز وفيه الريتروفارينجيال أبسس وفيه البلامر فينسون سيندروم الأسوفجيال ويب أو الفارينجيال دايفرتيكولوم الزنكر دايفرتيكولوم اللي شرحناه في بداية الأسوفجس اللي هو الكيس اللي بيبقى ناحية الشمال ويتحوش فيه الأكل ويدوس عليه العيان والأكل شوية يطلع منه في بقه ويعمل ريحة وحشة وشوية ينزله في بطنه ومتعايش معاه. والبوست كريكويد كارسينوما نفسها كارسينوما في الفارنكس او في الابر اوسوفيجس ورا الكريكويد كارترج كل دول يا دكتور احمد يعملوا ديسفيجيا. يبقى ابتدينا بالماوس دخلنا على الفارنكس بدايه من الانفلاميشن تونسيلايتس فارنجايتس ادينايتس ريتروفارنجيال ابسس انترافارنجيال ابسس لودفيجز انجينا. لودفيجز انجينا دي ابسس في الفلور اوف ذا ماوس من كتر ما الابسس ده سيريوس وصفناه بالانجينا عشان افكرك. عارفين الانجينا البين بتاع الانجينا بيكتوريس بتاعت المايوكارديال انفاركشن انجاي ذبحه صدريه دي ذبحه في الرقبه. ليه الذبحه الصدريه بتموت وذبحه الرقبه دي بتموت؟ اللودفيجز انجينا دي السويلنج اللي في الاورال كافيتي مشكلته ان هو مش عارف يطلع على السكين بره. السكين فيه ديب فاشيا والديب فاشيا بتاعت الرقبه قويه جدا. لما هاجي اشرح لك سيرويد بقى واقول لك انفستنج لير اوف ديب فاشيا عامله زي ظرف الجواب القوي عامل زي الحديد ده الباروتيد جلاند نفسها الانفستنج لير اوف ديب فاشيا متكتفه فيها مش بتعرف تقول بم. من رحمه ربنا ان هو خلى الابر بارت بتاع الباروتيد نوت كفرد باي الديب فاشيا دي عشان تعبر عن نفسها عشان لو الباروتيد محتقنه ولا فيها كونجيشن ولا فيها ماس ولا فيها سويلنج تتنفس. اول ما تتنفس وتطلع لفوق تلاقي الودن يا عيني تروح رفعها على طول ابعد ابعد وسع يا ودن ده انا الانفستنج لير اوف ديب فاشيا خنقتني. عشان كده اول علامات الباروتيد سويلنج اليفيشن اوف لوبيول اوف زير. العين يجي يقول لك ودني ايه يا دكتور الشكل ده في ورم تحت ودني ده ورم في الباروتيد. شفت ازاي الانفستنج لير اوف ديب فاشيا قويه؟ فالسويلنج اللي في الفلور اوف ذا ماوس ده مش قادر ينزل لتحت مش قادر ينزل على السكن يروح طالع لفين فوق على اللسان يروح زائق اللسان لورا اسفيكسيا العيان ممكن يتخنق. عشان كده اتسمت لودفيجز انجينا عشان يقول لك ان دي علامه خطر ذبحه في الرقبه لازم تتدخل فيها بسرعه وتعمل درينج تفتح السكن وتفتح الديب فاشيا والا العيان ممكن يتخنق ولسانه يرجع لورا ويعمل اوبستراكشن في الاير ويز ويحصل سترايدر وسانوزز ويموت. عشان كده دي ايمرجنسي عند دكاتره الانف والاذن اللودفيجز انجينا. هي دي مش هتعمل بينفول سوالوينج ولا ديفيكولتي في السوالوينج؟ طبعا هتعمل ونص وثلاث ارباع. اذا انفلاميشن تيومرز بلامر فينسون سندروم ابسس اي حاجه في الفارينكس تونسلز ادينويدز اي حاجه انت شايفها هتعمل. طيب ماشي خلصنا الفارينكس خش على الاسوفجس منطقه العمليات بتاعتنا الديسفيجيا في الاسوفيجس. كل الديزيزز بتاعت الاسوفيجس اللي تيجي على دماغك بتعمل ديسفيجيا. دكتوره صابرين ويلكم بيك. يعني بدايه من انفلاميشنز اي كوز اوف اسوفجايتس ريفلكس اسوفجايتس جاسترو اسوفجير ريفلكس ديزيز يعمل ديسفيجيا وبعد شويه تبقى اودينوفيجيا. التيومرز نفسها كانسر اسوفيجس في الابر سيرد او في الميدل سيرد او في اللور سيرد يبدا بالديسفيجيا وبعد شويه اودينوفيجيا. الموتيليتي ديس اوردرز بدايه من الاكاليزيا والديفيوز اسوفجيال سبازم والنات كراكر والفيجوراس اكاليزيا والزينوفيليك اكاليزيا والكريكوفارينجيال اكاليزيا كل انواع الاكاليزيا والموتيليتي ديس اوردرز ديسفيجيا واودينوفيجيا. الفورين بودي انت لو بلعت شوكه سمكه وقفت في اي حته في الاسوفجس هتعرف تبلع؟ مش هتعرف تبلع طبعا. بلع عيل صغير بلع جنيه بلغ بلع بليه هتعمل له ديسفيجيا مش هيعرف يبلع. التروما واحد واخد كات ووند وعامل انجري في الاسوفجس مش هيعرف يبلع. فاير ارم ستاب ووند ستريكشر بلع بقدس بلع ميه نار بلع حمض كبريتيك حمض خليك بلع اي حاجه اريتيتنج للماوس والاسوفجس هتعمل له ديفيكولتي ان سوالوينج. يبقى كل مشاكل الاسوفجس هتعمل ديسفيجيا. طيب زينهم شويه في الاخر بقى بشويه اللي قلت عليهم اللي هم ايه بيعملوا سكندري موتيليتي ديس اوردر المايسينيا جريفز السودوبول باربولسي العيانين اللي عندهم تشاجز ديزيز تريبانوسوما كروزي هيستيريكال سايكوجينيك. في ناس كتيره اول ما يتعب ويتوتر يقول لك مش عارف ابلع ريقي
مش قادر اخد نفس، في صعوبه في البلع، مش قادر اكل، مش قادر اشرب، زوري وجعني، سايكوجينيك. بس دي الكوزز ودي المين بالك هي والديفينيشن. هيثم خليفه ويلكم بيك اول مره. ودي الكوزز اللي تعمل ديسفيجيا والديفينيشن. بعد كده على قد ما تفتكر بقى، لو انت طالب شاطر قسمهم لي قدام كل كوز اكتب سطر. يعني مثلا العيان بتاع البلامر فينسون سيندروم تكتب لي جنبه ده نيوتريشنال اوسوفيجايت ديفيشنسي في الفيتامين بي 12 واخواته، ديفيشنسي في الحديد والفوليك اسيد، والعيان عنده مانيفيستيشنز اوف نيوتريشنال ديفيشنسي اوسوفيجايت. خلاص نقطه عرفته في الستات وكبار السن. البوست كريكويد كارسينوما بتيجي اون توب اوف بلامر فينسون سيندروم. الفارنجايتس والتونسيلايتس في العيال الصغيره والاطفال والتريتمنت بتاعه ميديكال وبيتحسن. الليمف نودز في الرقبه، ثايرويد انفلاميشن في الثايرويد، اي مشكله في الرقبه اكتب لي كلمتين عنها. عرفت عرفت، ما عرفتش يكفيني الكوزز. طيب الديفرنشال دياجنوزز خلاص خلصناه، نيجي بقى على ايه انفستيجيشنز. اشخص ازاي الحاله؟ اول حاجه هتقول لي طالما في ديسفيجيا لازم اعمل نيك الترا ساوند سونار على الرقبه عشان اشوف المشكله في الرقبه دي في الثايرويد ولا في الباراثايرويد ولا في التراكيه ولا في الاسوفيجس ولا في السيرفايكال ليمف نودز ولا في الماسل ولا في العضلات ولا في الارتريز ولا في الفينز ولا في ايه. نيك الترا ساوند رقم 2. 2 انفستيجيشنز اللي احنا حافظينهم في طول الاسوفيجس، الباريوم والاندوسكوبي. اعمل اندوسكوبي وشوف الدنيا، في انفلاميشن، في ستريكشر، في فايبروزس، في بيرفوريشن، في انفلاميشن خد بايوبسي، في مالجنسي خد بايوبسي. اعمل شيست اكس راي شوف الديسفيجيا دي عامله كومبليكيشن وعامله ريفلكس على التراكيه وعامله شيست انفكشن ونيمونيا وليفيشن في الكوبيلا اوف ذا دايفراج. نعرف. عايز تزود اكتر اعمل برونكوسكوب عشان اشوف التراكيه فيها تيومر، الفوكال كوردز فيهم تيومر، فيهم اريتيشن. اخر اتنين انفستيجيشنز اللي هم يعني بتوع الفاين تاتش في الاسوفجس اللي هم الاسوفجيال مانومتري اللي بقيس بيه البريشر في طول الاسوفجس كله في الابر سيرد والميدل سيرد واللور سيرد، وال24 اور بي اتش متري اللي بشوف بيه البي اتش في حالات الريفلكس اسوفجايتس والجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، والتريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز. ده سؤال الديسفيجيا ممكن يجي فور ديفرنشال دياجنوزز ويجي عليه 5 درجات او 8 درجات، والمين بالك بتاعه تقول لي ديفينيشن والكوزز. بعد كده اللي يعرف يفتكر ان هو كل كوز يقول ازاي بشخصه والكلينيكال بيكتشر بتاعته في صدرين ويتكلم عن الانفستيجيشنز عامه وكل كوز يكتب التريتمنت جنبه كان بها. ما عرفتش، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يكفينا ان انت تقول الديفرنشال دياجنوزز والديفينيشن. طيب ده اول موضوع كنت عايز اخلصه النهارده. اتكلمت امبارح على التروما بتاع الاسوفجس وقلت دي مهمه جدا، وقلت الاسوفجيال بيرفوريشن يا اما فورين بودي بلع شوكه سمكه، بلع جنيه وعمل ايروجن وعمل بيرفوريشن، ستاب ووند، كات ووند، عملت منظار وانا اللي عورت الاسوفجس، وشرحت 2 سندرومز بوريهاف سندروم وقلت بي بي بيرفوريشن، ومالوري فيس سندروم ام ام مالوري فيس ماسيف بليدنج. قلت المالوري فيس دي بتاعت الجماعه اللي عندهم كحول كحليات وبياخدوا سبيريتس وعندهم مشاكل وعندهم الاسوفجس اوريدي ملتهب، وبالتالي مع شويه كحه وشويه ترجيع قواي حصل ماسيف بليدنج. اما بوريهاف سيندروم غالبا الاسوفجس فري حتى لو هم بياخدوا كحول او عندهم شويه اسوفجايتس، بس الميوكوزا نورمال. عشان كده لما هو حزق جامد وكح جامد هو ما عملش بليدنج، عمل بيرفوريشن فرقع الاسوفجس. ومشكله البرفوريشن ده يا اما تحت الدايفراجم يا فوق الدايفراجم، تحت الدايفراجم بريتونايتس، فوق الدايفراجم ميدياستاينايتس، وهيموت العيان. طيب قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاعه الاسوفجيال برفوريشن اكيد العين هيكون شوكد ديسفيجيا وداينوفيجيا سيفير، اسوفجس اتخرم يا جماعه، سواء اتخرم في الرقبه او اتخرم في الشيست او اتخرم في البطن، بريتونايتس، ميدياستاينايتس، سيرفايكال انفلاماتوري بروسيس، وبالتالي العين هيبقى عنده ديسفيجيا، واكيد الاسوفجس اللي اتخرم هيعور التراكيه وبالتالي هيبقى عنده سترايدر، شيست بين، انفكشن، نيمونيا بالورال افيوجن. بعد شويه طبعا مع سيفير انفلاميشن والسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم اللي اسمها سيرس، توكسيميا وسبتسيميا وشوك. طب اشخص البرفوريشن ازاي؟ انا البرفوريشن شرحته امبارح، اديني بشرحه تاني النهارده عشان تعرفوا ان هو مهم. الاسوفجيال برفوريشن ممكن يجي سؤال عليه 8 درجات. اتكلمنا على الاسوفجيال بيرفوريشن، الايتيولوجي، الكوزز بتاعته،
الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان ايرلي وليت، الانفستيجيشنز هم الاثنين اللي احنا حافظينهم. اول ما تيجي سيره البرفوريشن اوعى تجيب سيره الباريوم. الباريوم ريسكي، امال ادي مين؟ جاستروجرافين دايجنوستيك زي الفل، يشرب الصبغه وصور الحته اللي مخرومه تلاقي الصبغه كده شغاله تنقط فيها، يا اما في الرقبه يا اما في الشيست يا اما في الابدومن، ده دايجنوستيك خلاص. بعد كده هتقول شيست اكس راي عشان اطمن على اللانج، ماشي. هتقول لي هركب انتركوستال تيوب واعمل سوراكوسنتيزيز واشفط من الشيست واشوف ايه الكونتينتس، هل ضلع ملوخيه، هل ضلع شوربه، هل ضلع سبانخ، هل ضلع سلطه، عادي. كل ده ما يهمنيش، يهمني مين؟ الجاستروجرافين. هتقول لي هعمل منظار، هقول لك المنظار في البرفوريشن ريسكي، لان انا قلت لك ان من الايتيولوجي بتاع البرفوريشن المنظار، يبقى في برفوريشن وادخل انا برضو بلايند تاني عشان اروح معور البرفوريشن او طالع منه وداخل بالمنظار في الشيست. ما تجيبش سيره الرايل نهائيا، لان الرايل ده بلايند مانوفر بنركبه عمياني. طب ما انا ممكن اركب الرايل عمياني وتدخل جوه البرفوريشن، ويا سلام بقى لو عملت برفوريشن غيره، خرمنا الاسوفجس. طب خلاص عرفنا ان الرايل ممنوع، عرفنا ان الاندوسكوبي مش مستحب في البرفوريشن لانه هو اصلا اوريدي بيعمل البرفوريشن. امال ايه الحل؟ محاليلك بقى ومضادات حيويه ورساسيتيش، مش بقول لك شوك وتوكسيميا وسبتسيميا، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانتي انيروبز مضادات حيويه ومحاليل وانالجيزكس عشان ما يدخلش في نيروجينيك شوك وبروتون بامب انهيبيتور عشان الاسترس. الاسترس ده بيطلع كميات رهيبه من الكورتيزون. خد عندك بقى الكورتيزون ده اقوى عدو للبروستاجلاندين، انتي بروستاجلاندين، اقوى انتي بروستاجلاندين هو الكورتيزون. ومين البروستاجلاندين ده يا دكتور؟ البروستاجلاندين دي الميوكوزا بتاعت الاستومك، الميوكاس بارير، الحمايه بتاعت الاستومك. يعني عايز تقول لي ان هاي الانكريز في الكورتيزون الكوشينج سيندروم بتكوي الاستومك؟ اه، ده بدليل ان احنا سميناها على اسم الكوشينج كوشينج ألسر. الاسترس بيطلع فيه ادرينالين وكورتيزون. طيب الادرينالين والكورتيزون يزودوا الجاسترين اللي بيفرز الاتش سي ال، وفي نفس الوقت يكسروا البروستاجلاندين اللي بيحمي المعده. يعني الادرينالين والكورتيزون بتوع الاسترس اعداء المعده، يعملوا فيها كوشينج ألسر ويعملوا فيها برفوريشن. طب واحنا ناقصين عندنا برفوريشن في الاسوفجس، ندخل في البرفوريشن في المعده، يبقى تدي بروتون بامب انهبيتور. وفي حته فنيه جدا 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 للحياه العمليه بيني ما بينكم، الH2 بلوكرز اللي هم الرانيتيدين والفاموتيدين اللي بيشتغلوا على الهستامين، والهستامين ده واحد برضو من الاستيميليتورز بتاع الHCL، ده طريقة تقلل الأسيدتي الH2 بلوكرز. والبروتون بامز اللي بيشتغل على البرايتال سيلز BB، بيخلي البرايتال سيلز ما تطلعش حمض الهيدروكلوريك أسيد ولا الH أيونز. الاثنين كويسين، بس عند الاسترس بقى الأقوى هو مين؟ البروتون بامب. لو اديت العيان شوال اتش 2 بلوكر، رانيتيدين وفاموتيدين ورانيتاك وفاموتاك وزانتاك وكل الشله دي، مش هيجيب فايده. يبقى احفظوها كلمه كده، عشان انا دايما بحفظكم في الريسيتيشن ما بجيبش سيره الاتش 2 بلوكرز نهائيا. بقول لك ايه؟ بروتون بامب انهبيتور. اللي يلحق في الطوارئ ويحمي المعده البروتون بامب اللي بيشتغل على البرايتال سيلز. اما الاتش 2 بلوكرز تنفع في الحيانين العاديين، اللي بيشرب سجاير كتير، اللي بيشرب مش عارف كحوليات، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيتعاضى برشام، الحاجات اللي بتكوي المعده، امشيه اقول له خلي بالك يمشي مدى الحياه على اتش 2 بلوكر عشان يقلل الاسيديتي، ده مقبول. اما جينا في الطوارئ هنا بقى وداخلين على الكوشنج، مفيش هزار، مفيش هستامين، مفيش اتش 2 بلوكرز، في بروتون بامب انهبيتورز على طول، شله الاوميبرازول واللانسوبرازول والمش عارف ديسموبرازول والبانتوبرازول، الكونترولوك والبانتولوك والرايسك، ودي الاسامي التجارية اللي كل الناس عارفينها. مفيش حد فيكم ما ينفعش يبقى عارف مجموعة الاتش 2 بلوكرز ولا البروتون بامب. وان كان ان شاء الله دينا داخلين على المعدة من النهاردة وهنطحنهم في المعدة، هحفظهم لكم حفظ ان شاء الله. طيب يعني الاسترس ريساسيتيشن بتاع الاسوفجيال برفوريشن مش هتعمل تدخل؟ لا طبعا، طلع لي سهمين بعد ما عملت الريساسيتيشن، لحقت العيان ايرلي هو لسه البرفوريشن النهاردة، يعني قال لك المنظار عملته الصبح وقال لك اخر النهار، شكت السمكة بلعها الصبح، البليا ولا الجنيه بهلعوا النهاردة الصبح، الخبطة ولا التروما ولا المقضة ولا السنجة ولا الفار أرم اللي خده في رقبته الصبح، خلاص ايرلي خش سيرفايكال اسوفجس، افتح سيرفايكال انسيجن وصلح واعمل ريبير في حموتها، سوراسك الحق بسرعة قبل ما الميديا ستاينايتس تموت العيان، ابدومينال الحق. طب خلاص عدى على الموضوع يومين ثلاثة، خلاص الدنيا لطشت والدنيا باظت والدنيا عفنت والاسوفجس سوى نيك بقى،
او شيست او ابدومين، هتلاقيه عمل سيفير انفلاماتوري ريسبونس حواليه، مش هتعرف تاخد فيها غرز، عامله زي طبق المهلبيه بالظبط. وبالتالي لو ما لحقتش عيان البرفوريشن بتاع الاسوفجس ايرلي، غطيه وصرخ عليه، اقول له انت ونصيبك بقى، والله احنا هنمنعك عن الاكل والشرب ونمشيك على محاليل وتوتال بارنترال نيوتريشن لحد ما ربنا ان شاء الله ايه ينتعك بالسلامه، ويعدي اسبوعين ثلاثه، يعدي شهر كده وترتاح الدنيا، وبعد كده نتعامل معاك بايه، نشوف هنعمل ريبير ولا الاسوفيجس خلاص تليف وبقى سكليروزد وهنعمل ريسكشن. اسوفيجكتومي في البرفوريش هعمل ايه؟ طب يا دكتور الشهر ده العيان هياكل ايه وهيشرب ايه؟ معاك حل من اتنين، توتال بارنترال نيوتريشن، يا اما اعمل له جاستروستومي تيوب، افتح الاستومك بس. هنعمل ايه يعني؟ افتح الاستومك وركب منها انبوبه صغيره، وياخد منها بقى الملوخيه والسلطه والشوربه والمكرونه وكل حاجه هو بيحبها، ويمشي عليها لمده شهر لحد ما الدنيا تهدى، وبعد كده نصلح البرفوريشن او نعمل ريسكشن. طيب ده الموضوع الثاني. الموضوع الثالث بتاع الاسوفيجاس الكروسيف. ايه الكروسيفز وقصتهم؟ الكروسيفز اللي بتكوي الاسوفيجاس يا اما اسيدك يا اما الكالاين. اسيدك كل انواع الاحماض اللي انت ممكن تعرفها، الالكالاين البوتاس. اختارهم البوتاس ليه؟ اختارهم البوتاس والكومون اكتر البوتاس من الاحماض. البوتاس لونه ابيض زي اللبن، وملوش طعم وملوش ريحه، والاطفال دايما بيجروا عليه وبيحبوه في الثلاجه، يبقوا فاكرينه لبن، وانت نفسك او اي حد كبير ممكن لو البوتاس ده محطوط في كوبايه شفافه ولا في ازازه شفافه ومش معروف في البيت يتشرب على طول، سواء في الثلاجه او بره الثلاجه. المصيبه بقى الالعن ان البوتاس ده الكي او اتش الافكت بتاعه على الاسوفيجاس العن واضل 1000 مره من الاسيد. الاسيد بيعمل حاجه اسمها كواجيلاتيف نكروزز، اما يعني سخونه، يعني سيفير انفلاميشن وسخونه وحراره وتعمل ستريكشر وممكن تعمل بيرفوريشن. امال التاني بيعمل ايه؟ ليكويفاكتيف نكروز، تحلل، يعني بيرفوريشن بيرفوريشن. اغلب حالات البوتاس والحاجات القلويه بيرفوريشن على طول، ما فيهاش هزار. والعيان اللي ما بيحصلوش بيرفوريشن، عارف الاسوفجس، عارف لما تجيب حته بلاستيكه وتكويها كده وتلاقيها ساحت ولزقت في بعضها وقفلت، الاسوفجس بقى مقفول خلاص. عشان كده عيانين الكروسيف دول هم بقى اللي تلحقوا برايل بدري. شوف عين البرفوريشن اوعى تلمسه برايل ولا باندوسكوبي. عيان الكروسيف لو جالك وقال لك انا من ساعه ولا من ساعتين بلع بوطاس او بلع حمض الخليك او حمض الكبريتيك او حمض الهيدروكلوريك، بسرعه فورا تجري بالاندوسكوبي وتدكك رايل. ليه؟ عشان ما يقفلش. مش احنا قلنا الاسوفجس هيعمل زي البلاستيكه اللي بتسيح بالحراره وتقفل وتكرمش، ولو قفل الاسوفجس بوست كروسيف مش هيفك. هتفضل بقى تعمل له ريبيتيتيف اسوفجيال دايلاتيشن، وتحط ستنت، والستنت ما تتقفل وتتسد، وكل ما تعمل دايلاتيشن بعد شهر يرجع لك العيان، يا دكتور اتسد زوري تاني وحياتي اتقلبت جحيم تاني. وبالتالي الحل ان انا الحق اركب الرايل عشان تمنع الاستريكتشر فورميشن. ده لو لحقت الكروسيف ايرلي. طب ما لحقتش الكروسيف ايرلي يا باشا، ليت بقى تدخل غالبا هيفيل في زي ما قلت الدايلاتيشن، وهيفيل في الستنت. الحل ترانس هيتال اسوفيجكتومي وجاستريك بول اب. يا لهوي، ده انت قلتها لنا في التيومر يا دكتور، ده انت قلت لنا دي الستاندرد في الكانسر، اسوفيجاس في الاخر، افتح البطن ومن البطن اسلك الاسوفيجاس كله واعمل له اكسجين كله، واسيب الحته اللي فوق خالص اللي ريليتد للفارينكس وشد لها يا اما استومك اعملها زي التيوب جاستريك بول اب، واطلع خياطها في الرقبه اسوفجو جاستريك انستوموزس. او مش عايز تجيب استومك، هات حته كولون ووصلها ما بين الاسوفجس والاستومك، كولون انتربوزيشن كولون باي باس. مش عايز تجيب كولون، هات سمول انتستين واعملها زي التيوب ما بين الاسوفجس فوق في الرقبه والاستومك تحت. يا لهوي، يعني الحاله الوحيده اللي ممكن اعمل فيها توتال اسوفجيكتومي مع الكانسر هي البوست كروسيف. عشان تعرف خطوره وصعوبه البوست كروسيف اسوفيجايتس او ستريكتشر. طيب الدياجنوزز باريان برضو،
وكمان لما انا هدخل في الانفستيجيشنز بالاندوسكوبي هشوف وهشخص. طيب الكلينيكال بيكتشر خلاص، هيستوري اوف انجيشن اوف البضاس او حمض الكبريتيك او حمض الخليك او اي حاجه، ده عيان توكسيك بقى من الاول. النكروزز اللي بيحصل، انت لو تلاحظ انا قلت كواجولاتيف نكروزز، ليكويفاكتيف نكروزز، توكسيميا وسبتسيميا وشوك فيري ايرلي، وستريس ألسر هنا فيري كومون اكتر من البرفوريشن كمان. والكروسيف كمان لو نقطتين ثلاثه منه راحوا في اللارنكس، لارنجال اديما وسترايدر، ممكن العين ما يتلحقش. عشان كده العينين دول موصوف بيتعمل لهم تراكيوستومي. يا لهوي يا دكتور، تراكيوستومي. طب التريتمنت اي بي سي بقى، والاير واي والبريسنج والسيركيوليشن والريسسيتيشن والفلويدز والانتيبيوتكس والانتي شوك ميجرز وناثينج بالاورال، وتدي طبعا ستيرويدز عشان ده انتي انفلاماتوري. والحل بدري لحقت وعملت الاندوسكوبي وركبت الرايل، ياكل يشرب في الرايل، ما لحقتش خلاص يا باشا يجي لك ليتر اون تعمل له اسوفجيكتومي او تعمل له اسوفجيال دايلاتيشن. طب لحد ما يجي ليتر اون جاستروستومي، هي هي زي البرفوريشن، جاستروستومي يعيش بيها فور فيدنج. طيب يتبقى موضوع صغنن صغنن خالص خالص، وانا قلته في الاول بس هاكد عليه، الفورين بودي في الاسوفجس هيوقف فين؟ في الاربع اماكن اللي انا قلت فيهم ستريكتشر، والاسوفجس فيهم ضيق. اول واحد بدايته عند الكريكويد سي ار اي سي او اي، يعني عند الليفل بتاع سي 6، بدايه تحول الفارنكس الى اسوفجس ضيقه، يوقف فيها اي بريزه او اي ربع جنيه. تاني حاجه دي على بعد 6 انش، على بعد 9 انش بعدها ب 3 انش الاورده عامل انكلينيشن على الاسوفجس، دغنه دغنه كده مضيق عليه، ده على بعد 9 انش. على بعد 12 انش البايفوركيشن بتاع التراكيه للبرونكاي، تعمل رايت وليفت برونكاس، برضو دغنه الاسوفجس ومضيقه. على بعد 16 انش او 15 انش الجاس الاسوفجيال جانكشن، برضو هنا في موجوده الكارديا ومضيقه الدنيا، ممكن الفورين بودي يتحشر فيها. ده اللي يهمني المانجمنت بتاع الفورين بودي، ادخل بالمنظار واشيل اسوفجوسكوب. خلصنا الاسوفجس والحمد لله، ندخل على ماي فيفورت وماي بريفيرد اورجان المعده. طيب دكتور عباس منورنا في المعده، ما شاء الله عليك دكتور عباس. اول ما نيجي نتكلم عن المعده لازم بقى نديها محاسنها. احنا زي ما جينا اتكلمنا في الاول عن الاسوفجس وعرفنا عن الاسوفجس، اول كلمه قلتها لكم عن الاسوفجس قلت لكم ايه؟ عامل زي الشريك المخالف، ما تعرفلوش، ملوش عينه ولا بينه، متلخبط. بدايه الاناتومي والامبريولوجي بتاعه في تداخل كشكل عام وكمورفولوجي وكابيثيليوم زيه زي الاورال كافيتي بالظبط، كفانكشنز زيه زي الجي اي تي، واخد من الاورال كافيتي الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، والبيهيفير بتاع الكانسر تانج لما يجي يتكلم عن الكانسر تانج في الاورال كافيتي والكانسر ليب نفس البيهيفير بتاعهم زي الكانسر اسوفيجاس بالظبط، وكل الاريتيتنج فاكتورز والكرونيك اريتيشنز والحاجات اللي تعمل كانسر اسوفيجاس هي هي اللي بتعمل كانسر تانج، هي هي اللي بتعمل كانسر ليب. دكتور مصطفى احمد السيد ويلكم بيك. تيجي بعد كده في الفانكشنز بعد كده شبيه بالجي اي تي، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا والكونتينتس بتاعتهم والفانكشنز بتاعتهم والاورباخ بليكسس اللي ما بين الانر سيركولار لير والاوتر لونجيتودينال لير. ومشكلته نقطه الضعف في الاسوفجس اللي مخليها نقطه ضعف في الجيش بتاع الجي اي تي كله ان ما فيهوش سيروزا ادفنتيشيا لوس ايريولار تيشو. اللير رقم 4 في النك وفي الشيست ادفنتيشيا ما فيش، لان لا في بريتونيوم في الرقبه ولا في بريتونيوم في الشيست. اما الجزء الوحيد اللي كفرد باي بريتونيوم في الاسوفجس اخر 4 سنتي فيه اللي هم انترا ابدومينال. طيب ماشي، تعالى بقى كلمنا عن المعده، ايه قيمه المعده؟ اولا المعده كومبليتلي كفرد باي بريتونيوم، يعني فريلي موبايل، يعني اقدر اخدها احطها في الدماغ وانزلها في الرجل واوديها في الظهر، اوديها لواحد الناحيه الثانيه وارجعها تاني، اقدر اعمل موبيلايزيشن للمعده واوديها في اي حته. ده رقم واحد. رقم اتنين البلاد سبلاي بتاعها جايلها من كل حدب وصوب، هايلي فاسكولار، ودي تهمني جدا جدا جدا. شفت الاسوفجس فوق انا قلت لك ايه؟ شحات،
بيشحت في الرقبة من اللي حواليه، وبيشحت في الشيست من اللي حواليه، وبيشحت من تحت من اللي حواليه. ما بيعتمدش على نفسه، مش عايز يتعب، مش عايز يجيب بلاد سبلاي لنفسه، وبالتالي دايما البلاد سبلاي بتاعه ديفيشنت، الهيلينج باد، الاوت كام باد، الانفلاميشن فيه سيفير. ادي مضادات حيويه ما تجيبش فايده، ادي علاج ما يوصلوش بسهوله، ديفيشنت بلاد سبلاي. عكسه بقى تماما لما اجي اقول لك المعده هايلي فاسكولار، هيلينج باور فيري سترونج، الانفكشن فيها يكاد يكون مش بسهوله، الاوت كام بتاع الانفكشن فيها جود مع اول علاج، العمليات بتاعتها هيلينج باور زي الفل، مش هايلي فاسكولار، موبايل، مش اندر تنشن، ما بتتشدش يمين ما بتتشدش شمال، عادي طالما هي موبايل، ماليابيليتي معايا في الانستوموزس باي صرفه. اما الاسوفجاس فيكسد في مكانه، يعني لو حصل جاب ولا حاجه في الانستوموزس ولا ديسلوجيد ليكج على طول. طيب دي مميزات المعده. كلمني بقى عن المورفولوجي بتاع المعده، اي اورجان، طول العرض، الارتفاع، الفتحات، المداخل. المعده ليها مدخلين، كاردياك اوبننج او مدخل ومخرج، سوري، مدخل هو الكاردياك اوبننج والمخرج هو البايلوريك كانال او البايلورس. طيب ليها تو سيرفيسز، انتيريور وبوستيريور، انتيريور ريليتد للجنرال بريتونيوم، بوستيريور ريليتد للليسر ساك. يعني عايز تقول لي ان المعده الباثولوجيز اللي في الانتيريور وول بتاعها هتفتح في الكيس الكبير الجريتر ساك، والباثولوجيز اللي في البوستيريور وول بتاعها هتفتح في الكيس الصغير الليسر ساك. يعني مسمعه يمين ومسمعه شمال. اه طبعا ليها تو كيرفيتشرز مهمين جدا، ليسر كيرفيتشر طلع منه ليسر اومنتم، وتسمى الليسر اومنتم على اسمه. يعني الليسر الليسر اومنتم عشان طالع بطول الليسر كيرفيتشر من المعده ورايح شابك في الكبد، جاسترو هيباتيك اومنتم، اسمه الثاني ليسر اومنتم. سميناه ليسر اومنتم تيمنا ان هو طالع من الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك، والجريتر اومنتم ماشي بطول الجريتر كيرفيتشر بتاع الاستومك، عشان كده سميناه الجريتر اومنتم. يعني الليسر ساكت سمت على اسم المعده، والجريتر ساكت سمت على اسم المعده، والليسر اومنتم والجريتر اومنتم تسموا على اسم المعده. طيب ليها 3 بارتس، او يعني ممكن بعض الكتب كاتبينها 4، لو اعتبرت ان الكارديا دي بارت وحديها اللي هي الجنكشن ما بين الاسوفجس والاستومك، ماشي ده بارت. بعد الكاردياك بارت على طول موجود الفندس، ودي الموست ديبندنت بارت. يعني انت ونايم كده ومرحرح على السرير، كل الاكل وكل الكونتينتس مرتاحه في الفندس، ودي مشكله كبيره هنتكلم عنها بعدين. بعد الفندس ذا هول استومك اللي هي البودي، جسم المعده. جسم المعده ما بين تو لاينز، ركز معايا كده بقى وارسم المعده. كلكم طبعا متخيلين شكل المعده اللي عامله زي البراد كده، ارسمها وخد لاين عند الجاسترو اوسوفجيال جانكشن، عند الانسيزو، عند الانجل اوف هيس، ومشيه بالعرض. هتلاقي نص دايره كده فوقيه، ده القوس ده اللي هو الفندس، وعند الانجل تحت اللي برضو بدايه البايلورس خد لاين بالعرض، تحتها بايلورس وفيها بودي. يبقى لو خدت تو لاينز عند الانجل اوف هيس وعند الانجل اللي تحت اللي عند البايلورس، اللاين تو لاينز دول ما بينهم البودي، فوق البودي فاندس وتحت البودي بايلورس. طيب البايلورس ده تلات اجزاء، انترم البهو المضيفه بتاعه البايلورس، الانترم بيؤدي الى كنال بعد الوسع بتاع البايلورس او المضيفه بتاعته، كنال رفيعه خالص يعدي منها الاتش سي ال والاكل والشرب عشان يدخل على الديودنا. طيب الكنال دي مين اللي بيعمل الكنترول عليها، يقفلها ويفتحها؟ سفنكتر، اسمها البايلوريك سفنكتر. السفنكتر دي مهمه جدا 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 جدا. ليه بقى؟ السفنكتر دي لو زرجنت بايلوريك اوبستراكشن، جاستريك اوتليت اوبستراكشن، مخرج المعده معتمد على البايلوريك سفنكتر دي، زي الاسوفجس ما معتمد على الكاردياك سفنكتر. لما الكاردياك سفنكتر كانت بتقفش والبريشر فيها يعلى ويبقى فيها سبازم، كل مشاكل الاسوفجس ظهرت بتاعه الموتيليتي ديس اوردر زي الاكاليزيا، نات كراكر، ديفيوز اوسوفجيال سبازم، كل ده كان سكندري لايه؟ للاوبستراكشن على مستوى الكارديا.
وبالتالي الاوبستراكشر على مستوى البايلورس كل المشاكل والديستنشن بتاع الاستومك هيحصل ريليتد ليه. طيب ماشي، ده المورفولوجي بتاع المعدة. ارتيريال سبلاي شرحته على فكرة في بداية التمهيد للجي اي تي، ومع ذلك اعيده تاني لان انا ساعتها شرحته عشان اهد لكم اقول لكم ان الارتيريال سبلاي بتاع الاستومك ده سؤال كومون في الامتحانات وسؤال كومون في الشفوي. شرح لي يا ابني الارتيريال سبلاي بتاع المعدة، كلمني عن الديسكشن بتاع الارتيريال سبلاي بتاع المعدة. ايه الارتيريال سبلاي بتاع المعدة يا دكتور؟ ارتريس كتير. اول حاجة تقول له كده ارتريس كتير يعني ريتش بلاد سبلاي. المعدة دي تبع الفورجات، تبع التلت الاولاني بتاع الجي اي تي، واحنا عارفين ان الفورجات المسؤول عنها مين؟ السيلياك ارتري او السيلياك ترانك اللي طالع من الاورطة عند اللور بارت اوف تي 12، يعني عند بداية الاورطة. ما هو الاورطة بيدخل الابدومن عند تي 12، يعني اول ما يدخل الاورطة على طول يطلع السيلياك ترانك. والسيلياك ترانك واحد من المين برانشز بتوعه ارتري رايح ناحية الشمال، لان المعدة شماله، اسمه ليفت جاستريك ارتري. تسمى ليفت ليه؟ لان هو ماشي شمال، طالع من السيليك ورايح شمال. ليفت جاستريك هياخد الاستومك الناحية الشمال ولا الناحية اليمين؟ الناحية الشمال. طيب انت عايز تقول لي ان الاستومك يا دكتور مقسومة نصين، نص يمين وشمال بطول بقى مش بالعرض. عشان كده دكتورنا المدري كان ليه كلمة جميلة يقولك المعدة دي شمين، لا يمين ولا شمال، دي شمين. نص البودي مع الفاندس شمال ونص البودي مع البايلورس يمين. يبقى لو خدت في المعدة خط بالنص هيقسمها نصين، نص يمين ونص شمال. النص الشمال رايح له مين؟ الليفت جاستريك ارتري اللي طالع من السيلياك ترانك. طب ماشي، ده على السر كيرفيتشر. طب والنص اليمين يا دكتور؟ اكيد طالما فيه ليفت جاستريك يبقى فيه ايه؟ رايت جاستريك. طب مين البرانش الكبير من السيلياك اللي راح ناحيه اليمين؟ الكومون هيباتيك ارتري، ده رايح عشان يدي رايت هيباتيك وليفت هيباتيك عشان يغذي الكبد. خلاص يا عم الكومون هيباتيك عايزين منه برانش اسمه رايت جاستريك، مش الكومون هيباتيك ده بعد ما يطلع من السيلياك يمشي ناحيه اليمين رايح للكبد ناحيه اليمين، قبل ما توصل الكومون هيباتيك للكبد وتتفرع لرايت وليفت هيباتيك اديني رايت جاستريك. يدي مين؟ يدي الرايت سايد اوف ستومك على الليسر كيرفيتشر. يعني المعده دلوقتي الليسر كيرفيتشر والاومنتوم اللي عليه متقسمين لنصين، نص شمال ليفت جاستريك ده دايركت طالع من السيلياك ونص يمين ده طالع من الكومون هيباتيك. بس المعده ليها جريتر كيرفيتشر يا دكتور تحت اكبر من الليسر كيرفيتشر، معلش انا عايز له برانش برضه ليفت تحت ورايت تحت. قلنا لها مش هنكسفك يا معده، مش احنا قلنا ان انت ريتش ان بلاد سبلاي؟ طيب هو الكومون هيباتيك برضو هطلع منه برانش اسمه جي دي اي جاسترو ديودينال ارتري او جده، من اسمه جاسترو وديودينال. الكابت حبايبه مين اللي حواليه وتحته؟ الديودينام والاستومك. طلع جده الديودينال ده ادى الديودينام، والجاستريك ده رايت جاستريك. بس عشان افرقه عن اللي فوق، من رايت جاستريك اللي طالع فوق على ريتد للليسر كيرفيتشر سميناه رايت جاستريك. الجريتر كيرفيتشر بقى كبير والاومنتوم راشق فيه الجريتر اومنتوم، فسمينا الارتري اللي ماشي على الجريتر كيرفيتشر جاسترو اومنتال، كنايه عن ان هو بيغذي الرايت سايد بتاع المعده من ناحيه الجريتر كيرفيتشر ومعاها كمان مين؟ الاومنتوم اللي شابك فيها ناحيه اليمين، فبقى اسمه الرايت جاسترو اومنتال او اسمه اللاتيني جاسترو ايبيبلويك، لان ايبيبليو يعني اومنتوم باللاتيني. طيب ماشي، اذا كان في رايت جاستريك من الكومون هيباتيك وفي رايت جاسترو ايبيبلويك برضه منبعه عن طريق جده اللي هو طالع من الكومون هيباتيك، وهناك في ليفت جاستريك طالع من السيلياك، ايه يا عم ما فيش حد في الناحيه الشمال هناك يدي ليفت جاسترو ايبيبلويك؟ فيه طبعا سبلين يظهر بقى هنا، ايه يا عم الكبد بالراحه، ده انت الكرم بتاعك زاد على الحد. انت مدي تو برانشز للاستومك، خدت الرايت سايد كله بتاع المعده الرايت جاستريك والرايت جاسترو بيبلويك اللي تحته على الجريتر كيرفيتشر، امال انا بعمل ايه؟ طب انا عايز ادي ليفت جاستريك وليفت جاسترو بيبلويك. المعده قالت له لا شكرا يا ضحال، الليفت جاستريك انا واخداه من السيلياك، انا هاخد منك مين؟ ليفت جاسترو بيبلويك مقابل للرايت جاسترو بيبلويك بتاع الليفر. يغذي مين؟ يغذي الجريتر كيرفيتشر والاومنتوم اللي عليه. شبعنا كده؟ السبلين قال لا انا زي الكبد لا اقل عنه، لازم تاخذي مني حاجه تانية معده.
قالت له انت جيت فيها الفندس رشقه فيك، طلعت برانشز ما بيننا ما بينك اسمهم شورت جاستريك ارتريز يغزوا الفندس من السبلينك ارتري بتاعك يا سبلين. اذا السبلين ارتاح دلوقتي، قال لها زي الكبد، اداك اتنين برانشز وانا اديتك اتنين برانشز، هو اداك رايت جاستريك ورايت جاستر اوبيبلويك، انا اديتك ليفت جاستر اوبيبلويك واديتك شورت جاستريك ارتريز. شوف بقى لما يقول لها انا اكرم بقى، شورت جاستريك ارتريز ودول مجموعه من الخراطيم تصل ما بين الفندس بتاعت الاستومك والاسوفيجاس، واكيد معاهم مجموعه من الخراطيم اسمهم شورت جاستريك فينز. طيب يعني عايز تقول لي يا دكتور ان البلاد سبلاي بتاع الاستومك ليفت جاستريك ارتري طالع من السيلياك، وليفت جاست ورايت جاستريك من الكومون هيباتيك، ورايت جاسترو ايبيبلويك وليفت جاستريك وليفت جاسترو ايبيبلويك وشورت جاستريك، خمس انواع من البلاد سبلاي للاستومك. يعني من الاخر لو ربطوا واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة من الخمسة عادي المعدة ممكن تعيش على واحد بس منهم. اشهر واحد بنحب نخليه نخلي المعدة تعيش عليه لو ناويين نعمل ريسكشن او ماسيف ديستراكشن للاستومك او 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 واحد ما بنعرفش نوصل له بسهولة، اللي طالع من جدة جاسترو ديودينال ارتري اللي بيدي برانش ديودينال وبرانش جاستريك. جدة مشكلته الرايت جاسترو بلويك اللي طالع منه وداخل في الاستومك على طول ومش بعرف اوصل له، يعني لو عايز اربطه هربط جدة ودي مشكلة. جدة ما بقدرش اربطه ليه؟ لان القصة مش استومك بس، في ديودينم، انت بتأثر على الديودينم وبتعمل له اسكيميا. عشان كده الجراحات بتاعت السمنة بتاعتنا احنا اللي فيها جاستريك ريسكشن وجاستريك باي باس وبنطحن فيها المعدة ونشيل ونشيل ونربط، بنسيب لها البرانش اللي طالع من جدة ده الرايت جاسترو بيبلويك وتعيش عليه زي الفل ويحصل فيها هيلينج وتلتائم وكل حياتها تعيشها زي الفل المعدة. طيب ده الارتيريال سبلاي بتاع المعدة، الفينوس درينج بتاعها هم بالظبط فينوس درينج، في ليفت جاستريك ارتري في ليفت جاستريك فين، في رايت جاستريك ارتري في رايت جاستريك فين، في ليفت جاستر ايبيبلويك ارتري في ليفت جاستر ايبيبلويك فين، في رايت جاستر ايبيبلويك ارتري في رايت جاستر ايبيبلويك فين، في شورت جاستريك ارتريز في شورت جاستريك فينز. بس هنا بقى تعالى ركز معايا في الفينوس درينج، الفينز راجعه على مين؟ هل في سيلياك فين هيجمع الفينز كلها؟ لا، امال مين اللي هيجمع الفينز دي كلها؟ البورتال فين، يعني كل الفينوس درينج بتاع المعده بورتال. يعني اي كانسر في المعده هينتشر عن طريق البلد وهيطلع من الفينز هيروح على مين؟ على الكبد على طول، عن طريق البورتال فين. اهم فين فيهم بيكبر في البورتال هايبرتنشن، ما هم اكيد دول رد فعل للبورتال هايبرتنشن، هيكبروا ويحصل فيهم الونجيشن وتورشوستي وكونجيشن، ممكن يحصل منهم بليدنج. اصعب واحد فيهم اللي هو بيقابل اكبر ارتري، اكبر ارتري غزه المعده اللي طالع من السيليك ترانك هو مين؟ الليفت جاستريك ارتري، وبالتالي اكبر فين راجع هو الليفت جاستريك فين، لدرجه ان العلماء بيسموه الكوروناري فين. شوف الكوروناريز بتوع الهارت، الكوروناريز من قيمتهم واهميتهم سموهم التاج بتاعنا، ده التاج بتاع الجي اي تي، الليفت جاستريك فين او الكوروناري فين، ده من اكبر الفينز اللي بتبقى كونجستد ودايليتد والانجيتد وتورشوس في البورتال هايبرتنشن، وبيحصل منه ماسيف بليدنج عند الفندس وعند الجاسترو اسوفجيال جانكشن. واول خطوه في خطوات البورتو سيستميك ديسكونكشن في العمليات بتاعتنا بتاعت البورتال هايبرتنشن بشوف الكوروناري فين ده واربطه، لو ما ربطوش يبقى انت ما عملتش حال. يعني كلهم في الاخر هيروحوا على البورتال فين، ممكن يروحوا دايركت زي الليفت كوروناري فين ده او الليفت جاستريك فين، وممكن يروح عن طريق السبلينك او عن طريق الهيباتيك، المهم في الاخر بورتال. طيب ماشي، انا كده شرحت مورفولوجي وشرحت ارتيريال سبلاي فينوس درينج، تعالى بقى للليمفاتكس، طلعوا الدماغ النظيفه بتاعه الليمفاتكس بتاعه المعده. الليمفاتكس بتاعه المعده ست مجموعات يا دكتور. ريتش الليمفاتكس، اذا كانت ريتش ان ارتيريال سبلاي فينوس درينج وبالتالي ريتش ان ليمفاتكس.
طب الست مجموعات دول ريليتد لمين ومين يا دكتور؟ ريليتد للكارديا، اتنين رايت وليفت، يمين وشمال الكارديا. دكتورة نور العتيق ويلكم بيك، منورة. يعني أول مجموعة من الليمف نودز بتوع المعزة رايت وشمال الكارديا، حلو. طب إذا كان في اتنين ناحية المدخل يبقى في اتنين ناحية المخرج، بديهي يا دكتور فعلا. الاتنين اللي ناحية المخرج فوق وتحت سوبرا وسب بايلوريك، مش المخرج البايلورس؟ خلاص، سب بايلوريك تحته وسوبرا بايلوريك. سب دي ممكن تقول عليها ريترو بايلوريك وراها، ما فيش مشكلة. وسوبرا ممكن تقول عليها سوبيريور فوقيها، ما فيش مشكلة. يعني اتنين على ضفاف الكارديا واتنين على ضفاف البايلورس. طب والباقي على الجريتر كيرفيتشر والليسر كيرفيتشر؟ يا باشا مش الارتريز داخلين من الجريتر كيرفيتشر والليسر كيرفيتشر؟ واحنا عندنا قانون، نفسي كرست القوانين دي تبقى دايما حاضرة معاك في كل حصة، ولما اقول قانون تروح كاتبه فيها، تقولي كده في اخر السنة تقولي لي يا دكتور احنا عاملين 10-15 قانون في الطب و14-15 قانون منهم في الجراحة. واحد من قوانين الطب ان الليمف درينج بتاع الجي اي تي كله ماشي على ضفاف الارتريز، اينما وجد الارتري وجد الليمف حواليه. ليه؟ غصب عنهم ما يقدروش يمشوا على الفينز، الليمف محرم ان هو يدخل الكبد، ما ينفعش. الكبد يرشح ليمف، ده اول فيسيولوجي في الاسايتس ليمفورية من الكبد، ماشي. الكبد يرشح براحته وحقه، زي اي اورجان في الجسم، كل الاورجانز اللي في الجسم فيها ليمفاتكس وبترشح ليمف، وهو بيرشح ليمف في الاسايتس. لكن تجيب الليمف والترجيع بتاع الابدومن كلها عليه، لا، هو كفايه عليه الفينوس بلاد اللي جاي له بكل الخيرات يعملها ميتابوليزم. لا يمكن الليمف يروح الكبد، وبالتالي ما يقدرش الليمفاتيك يمشي على ضفاف الفين، يقدر يمشي عكس اتجاه الارتري. الارتري جاي من الاورده على الاورجان، وهو يمشي من الاورجان رايح للاورده. ليه؟ عشان يتجمعوا حوالين الاورده كده برا اورتك ليمف نودز، حوالين السيليك ترانك وحوالين سيما وايما، سيبيروم زنتريك ارتري والانفيروم زنتريك ارتري، وكلهم يتجمعوا في حمام السباحه العالمي الاولمبي الموجود على ضفاف الاورده اللي هو اسمه سيسترنا كايلاي. كايل يعني ليمف، وسيسترنا يعني سيست، ويطلع منها الثوراسيك داكت اللي هي برضه لازقه في الاورده ومعديه في الاورتك اوبننج. فاكرين في الدايفراجم اتا الاورتك اوبننج اللي عند تي 12 طالع منها الاورطه والازايجوس والهيمي ازايجوس، بيلم الانتركوستال فينز، رايح يقول سوبيريور فينا كيفا سوبيريور فينا كيفا، بيلمهم وراه بيركبهم معاه. الازايجوس والهيمي ازايجوس دول عاملين زي العربيه الميكروباص، والانتركوستال فينز يركبوا لحد ما يوصلوا كلهم يصبوا في السوبيريور فينا كيفا عشان يصب في الرايت اتريوم. ده الفينوس درينج بتاع الشيست الانتركوستال فينز. ماشي يا دكتور، نرجع للليمفاتكس بتاعت المعزه، يمين وشمال الكارديا، فوق وتحت البايلورس، وعلى الليسر كيرفيتشر وعلى الجريتر كيرفيتشر مكان الارتريز. شكرا. دي اول ليفل اوف ليمف نودز للمعده. يا لهوي، اول ليفل. طبعا. امال تاني ليفل على ضفاف البيج ارتريز، مسميات بقى، ما تقوليش يمين وشمال الكارديا ولا يمين وشمال ولا فوق وتحت البايلورس، ولا تقولي ليسر وجريتر كيرفيتشر، تقولي بالاسم. على ضفاف الليفت جاستريك ارتري، على ضفاف الرايت جاستريك ارتري، على ضفاف الشورت جاستريك فيزلز ما بين المعده والطحال، على ضفاف الرايت جاسترو بيبلويك، على ضفاف الليفت جاسترو بيبلويك. دي تاني مرحله. تالت مرحله، كل دول الارتريز طالعين منين؟ من الكومن هيباتيك او من الاسبلينيك او من السيلياك، وبالتالي تالت مرحله تصب فيها المعده ليمفاتكس على ضفاف السيلياك، على ضفاف الاسبلينيك نفسه، على ضفاف الخرطوم الكبير الكومن هيباتيك نفسه. رابع مرحلة وهي الأخيرة واللي بيشترك فيها كل الجي اي تي على ضفاف نهر النيل، وهو الأوردة والإنفيريور فيناكيف. الليمف نودز اللي ما بين الأوردة والإنفيريور فيناكيف اسمهم أورتو كيفل ليمف نودز. اللي على ضفاف الأوردة بتوع الجي اي تي، اللي على ضفاف الإنفيريور فيناكيف، اللي برضو هيصبوا في السيسترنا كايلاي، دول اللي جايبين مين؟ جايبين الحوض والعفشة والعتبة البلفز اللي سيستمك تحت، اللي ملوش علاقه بالجي اي تي، المثانه والجينيتاليا والبرينيوم والبلفز واليوريناري بلادر والحاجات الحلوه والحبش تكنات اللي تحت دي كلها، مالها ومال الجي اي تي يا عم؟ الفينوس درينج بتاعها راجع عن طريق الاكسترنال والانترنال الياك فينز، وبالتالي الليمف نودز بتاعتهم المرحله الاولى جوه الاورجانز نفسها، المرحله الثانيه على ضفاف التريبيوتريز بتاعه الاكسترنال الياك فين والانترنال الياك فين، والمرحله الثالثه على الكومون الياك فين اليمين والشمال، والمرحله الرابعه على ضفاف الكيفا ما بين الكيفا
والأورده اللي هي اسمها أورتو كيفال ليمف نودز، والمرحله الخامسه والاخيره لكل الجي اي تي واللور ليمف، حمام السباحه الاولمبي والعالمي، وهو مين؟ السيسترنا كايلاي. طيب احنا كده عرفنا الليمفاتكس بتاعت المعزه الستة جروبز الاولانيين ليفل واحد، بعد كده عرفنا ليفل اثنين على البرانشز الصغيرين، ليفل ثلاثة على الخراطيم الكبار، ليفل اربعة بارا اورتك ليمف نودز. فاكرين الكولون؟ ليفل واحد اي بي كوليك راشق على الول بتاع الكولون، ليفل تو بارا كوليك على بعد 2-3 سنتي من الكولون، ليفل ثلاثة التريبيوترز الارترز البرانشز بتاعت السويل والميزنتريك والانفير والميزنتريك اللي هم مين؟ رايت كوليك، ليفت كوليك، ترانزفيرز كوليك، سيجمويد برانشز، اليوسيكل، هم دول. دي ليفل ثلاثة. ليفل اربعة الخراطيم على ضفاف السوبين والميزنتريك ارتري على ضفاف الانفير والميزنتريك ارتري. ليفل خمسة البارا اورتك عند السيسترنا كايلاي. طيب كده الليمفاتكس بتاعت المعدة واضحة. لما اجي اقول لك كانسر استومك تاخدهم لي مرحلة مرحلة، محطة محطة. طيب نيرف سبلاي، محفزكم كلمة في النيرف سبلاي، اوتونوميك سنسوري، اوتونوميك سمبساتيك بارا سمبساتيك. البارا سمبساتيك عمينا الفيجاس، يا سلام، ده الاثنين فيجاس بيدوا المعدة، الاثنين فيجاس حبايب للمعدة اذا كان مدخلهم للبطن اصلا على ضفاف الاسوفيجاس، داخلين من الاسوفيجيال اوبننج. قلنا الاسوفيجيال اوبننج فيها ليمفاتكس وفيها اسوفيجيال فيسلز والاسوفيجاس، وكان معاه حبيبه مين اللي جاي على ضفافه يمين وشماله؟ الفيجاس، رايت وليفت فيجاس. طيب الرايت والليفت فيجاس دول لما دخلوا البطن تحولوا لانتيريور وبوستيريور فيجاس. هواي لان الاستومك لفت لفه صغيره خالص في البطن جوه مع عقارب الساعه، وده اجينست الرول. الرول اللي هتكتبها في نوته القوانين ان اغلب او الغالبيه العظمى للاورجنز اللي لفت وعملت روتيشن في الانترايوتراين لايف لفت عكس عقارب الساعه زي ما بنطوف حوالين الكعبه، الا المعده لفت مع عقارب الساعه 90 درجه. اسهل طريقه اشرح لك بيها عقارب الساعه 90 درجه، امسك الكتاب بتاعك كده انت وشايفه قدامك وحطه على الترابيزه، نايم اهو، وقفه بالطول بس بكل بساطه، هتلاقي الناحيه الشمال بتاعته اصبحت انتيريور، والناحيه اليمين بتاعته لما وقفته اصبحت بوستيريور. تحفظهم بكلمه ايه؟ لارب، ليفت انتيريور رايت بوستيريور. لارب دي كنا حافظينها من البطنه، كانوا محافظينها اساتذتنا في البطنه. الكورونرز بتاعت اللي بتغذي الهارت، الليفت كورونري ماشي في الانترفنتريكولار سيبتم انتيريور، عشان كده كنا بنقول لارب، والرايت كورونري ماشي في الانترفنتريكولار سيبتم بوستيريورلي. يبقى الكورونرز الليفت انتيريور والرايت بوستيريور، والفيجاي في الابدومين الليفت انتيريور والرايت بوستيريور. الفيجاي ماشيين على ضفاف المعده وهم اللي بيدوها بطول الليسر كيرفيتشر والجريتر كيرفيتشر. البارا سمباثيك نيرف سبلاي. بس في حته فنيه برضو هنا احبكم تعرفوها، الاستومك لما لفت وبقوا انتيريور وبوستيريور هم الاثنين خدوا جنب الليسر كيرفيتشر، ما رضيش يروحوا على الجريتر كيرفيتشر، ما تعرفش ليه؟ الاثنين فيجاي ماشيين على ضفاف الليسر كيرفيتشر انتيريور وبوستيريور، والانتيريور اللي هو الليفت خد الغلبة ومشي بطول الليسر كيرفيتشر بتاعت الاستومك لحد ما وصل الديودنوم. ياه. اما البوستيريور ابن حلال ما رضيش يمشي لحد الديودنوم، خد الليسر كيرفيتشر من ورا نصه او تلات ارباعه بس، ما كملش للديودنوم، لدرجة ان الليفت اللي هو ماشي انتيريور على الليسر كيرفيتشر فضل يدي برانشز بطول الليسر كيرفيتشر برانشز، وعند البايلورس في الاخر خالص كده قبل بداية الديودنوم راح عامل شوية تفريعة كده، شوية فايبرز كتار يدوا البايلورس. لأهمية البايلورس، مش قلنا دي مصل هي اللي بتكنترول المخرج بتاع المعدة، الاكل اللي نازل من الاسوفيجاس من رحمة ربنا انه اداله نيرف سبلاي زيادة. الباندل دي عاملة زي رجل الغراب، غراب باللاتيني يعني كرو، سي ار او دبليو، وبالتالي لما نقول رجل الغراب سي ار او دبليو تعمل ابوستروف اس فوت، كروز فوت.
طيب ماشي. الكرودة برضو باللاتيني أو بالإغريقي، إذا كانوا اللغتين دول اللي كانوا بيسودوا زمان، باللاتيني رجل أو بالإغريقي رجل يعني بس. حتى في العظام هيقول لك بس كيفس، بس كيفس، بس مش عارف إيه، اللي هي الرجل الملتوية، الرجل المفتحة، بس بلانس اللي هي الفلات فوت، والبس كيفس اللي هي الهاي أرشد ليج. بس يعني إيه؟ رجل. غراب أنسريني، يبقى الاسم الثاني للكروس فوت بس أنسريني، يعني ممكن حد يتسأل فيها من الأوائل هي الاسم الثاني للكروس فوت بس أنسريني. هي الكروس فوت والبس أنسريني دول عبارة عن إيه؟ دول يا دكتور التيرمينال برانشز بتاعة الأنتيريور فيجاس عند البايلورس، ودول المين كنترول بتاع البايلورس. طيب ماشي يا دكتور. وبالتالي لما اجي اقول لك دكتور احمد فريد ما شاء الله منورنا، لما اجي اقول لك بعد كده هعمل فاجوتومي، هقطع الاثنين فيجاس، مين الاهم؟ الانتيريور الليفت. وكمان لو قطعت الانتيريور فيجاس اللي هو الاهم، لازم تعمل ريكونستراكشن للبايلورس. البايلورس دي من غير الانتيريور فيجاس ومن غير الكروس فوت او البيس انسريني دي اللي بتكنترول ات وتقول لها امتى تقفل وامتى تفتح، هتقفش وهتزعل، ولا انت ولا انا هنعرف نتعامل معاها، وهتروح تقفل خالص. اذا اي عملية بعمل فيها فاجوتومي لازم اعمل فيها تصريفة للبايلورس دي. طب اصرف البايلورس ازاي يا دكتور؟ معاك حل من اتنين، دي هكلمكم يا جماعه.